اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الصديقة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة وتم خلال الاجتماع استعراض اوجه العلاقات الثنائيه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه ارمينيا الصديقه والتي ترتكز على اسس من الاحترام والتقدير المتبادل وبحث السبل الكفيله لتنميه تلك العلاقات والدفع بها نحو افاق اوسع بما يعزز الاهداف والمصالح المتبادله بالاضافه الى مناقشه مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليميه والدوليه والموضوعات ذات الاهتمام المشترك